وحول هذه المنجزات الحقوقية للطفل في مملكة البحرين، أكد سعادة المستشار عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان أن ذروة التشريعات التي تخص الطفولة جاءت في قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة. ما يحظى به الطفل في البحرين بعيدا عن التشريعات يحظى بالمكان السامية لدى جلالة الملك حفظه الله. على الصعيد التشريعي فإن مسيرة الاهتمام والرعاية الحثيثة التي أولتها مملكة البحرين للطفل بدأت بانضمام البحرين لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في العام 91، ثم البروتوكولين الاختياريين التابعين لها. كذلك أصدرت في العام 2012 قانون الطفل، وهو التشريع اللي أرسى حقوق الطفل حقيقة وحدد الجهات المعنية وكفل لها الحماية. ثم استمرت هذه المسيرة مع قانون الحماية من العنف الأسري في العام 2015، ثم قانون الأسرة بالعام 2017 اللي رسخ حقوق الطفل ضمن منظومة الأسرة. لكن ذروة هذه التشريعات التي عنيت واختصت بالطفولة جاءت في قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، واللي صدر في العام 2021.